بالحديث عن الأسلحة بقى، لكن مش الحرب النفسية. كنت عايز أفهم من حضرتك اللي اتقال النهاردة في المؤتمر بخصوص مش بس الدعم اللوجستي والسلاح اللي بيقدم للعناصر دي لارتكابها الجرائم، وإحكاية الطيارات ومش عارفة إيه، خوف طيارة خفاش إيه، وحاجات تعطيل أجهزة الرز بتاعت إيه الكلام ده؟ دي أجهزة حضرتك كانت يعني ظبطت أيوه في بعض التنظيمات الإرهابية في سيناء. دي طيارات بتبقى يعني بتطير على مستوى منخفض بيسموها الخفيش، بتصور وممكن تفجر أو تنفجر في تعمل يعني انفجار في محيط مساحة مش صغيرة. بالريموت كنترول أنا مكان مش قادر أوصله بطير الطيارة دي فوقيه وبالريموت كنترول أفجرها. طيارة يعني هو بيسموها الخفاش، يعني هي طيارة لا بتبقى من معدات خفيفة، اي حاجة صغيرة بتاعت التجسس الصغيرة دي فنم. وبيتحكم فيها وبيفجرها، ممكن يحط فيها قنبلة او حاجة بالظبط كده، او يصور او المكان اللي هو ما يقدرش يوصل له عن طريق، بس صعب الوصول ليها وتعقبها دي. وبعدين ده يعني في اي لحظة من بعيد والله ولا قنبلة تم ولا سيارة مفخخة؟ تم ضبط كميات كبيرة منها لدى بعض العناصر في سيناء. برضو أجهزة تشويش كانت يعني جاية لهم من الجانب الآخر في أجهزة السرية طبعا، ده هي اللي هي اللي على القمر الصناعي على طول، يعني الشغل العادي هناك اللي موجود يعني. الحقيقة في الشغل في سيناء يعني برضك بنطمن إن الشعب المصري إن الشغل في سيناء الحقيقة متميز للغاية. قواتنا المسلحة البسلة بتأدي دور وبتقوم بأعمال يعني غاية في البطولة. ممكن نقول حقنا نسبة نجاح بنسبة قد إيه في سيناء لغاية دلوقتي؟ لا يعني نسب عالية جدا والله الحقيقة، يعني خلال الثلاث أشهر الماضيين يمكن العناصر الإرهابية اللي اتظبطت اللي قتلت العناصر المؤثرة للغاية. يمكن مفيش عناصر اللي موجودة اللي باقية اللي هي المفروض تستهدف وبيتم البحث عليها على مدار 24 ساعة معدودة يعني. ويمكن الكثير من المراقبين والمحللين قالوا انه في احكام للسيطرة في سيناء، وده اللي بيفسر تماماً العمليات بقى اللي بنشوفها في الدلتا وفي كتير محافظة القناة. ده الأغلبية نزحت من سيناء ونزلت على، لكن ما لقيش معهم يعني السلاح بقى اللي هو الطيارات والحاجات اللي هي دي. لا ما يقدرش يعدي، ما يقدرش يعدي بيه، هو بيعدي بيه إلا بسلاحه إلا بديناميت، إلا بيتصرف في الديناميت من أماكن هنا، من محاجر، من أماكن أخرى يعني. بيتقال يا سيادة اللواء وأكيد حضرتك عندك المعلومة أكثر مني يعني إن معظم المحاجر في مصر مملوكة للإخوان. لا هي يعني مش بالضرورة حضرتك، هو أولا المحاجر اللي هي بتستخدم الديناميت دي محاجر معدودة ودي مرخص ليها وبيبقى بترخيص بتاعها من الأمن العام وبترخص في أضيق نطاق، ولكن في بعض ضعاف النفوس بس تبعت ملكيتها. طبعا زي تراخيص السلاح ما بتراجع بتراجع التراخيص عن من خلال قطاع مصلحة الأمن العام. تراخيص المحاجر المصرح ليها، مش كل المحاجر، في محاجر يدوية. وهل لقيتوا فعلا حد من الإخوان يدير أو يملك؟ لا يعني لغاية دلوقتي ما فيش. لا يعني طيب ماشي.